السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسرة والمجتمع. طبعا حضراتكم دايما المناسبات والذكرى والأحداث هي اللي بتفرض نفسها تكون عنوان في حلقاتنا باستمرار. طبعا الحلقة اللي فاتت حضراتكم تابعتوا معانا أنه كانت الحلقة اللي فاتت ذكرى للمولد النبوي الشريف، ذكرى الحبيب المصطفى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، حبيب الحق وسيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما النهاردة موضوعنا مهم جدا، مهم جدا لكل حد بيشوفنا النهاردة، ومهم جدا لكل حد من مشاهدينا طبعا في محافظات المرحلة الثانية، وهي الانتخابات البرلمانية. طبعا احنا من خلال حلقتنا هيكون معانا متخصص هيفهمنا احنا دورنا ازاي، هنقوم ازاي بدورنا، وهندي بصوتنا ازاي، وازاي اصلا صوتنا ما يبقاش من ضمن الاصوات البطلة، وازاي نتصدى لكل حد يوجهنا لصالحه، سواء بالمال السياسي او بالمجاملات او ما شابه ذلك. طبعا انا بحب اوجه طبعا رسالة من هنا بمناسبة الموضوع ده لكل أهلي وأحبائي وأهل بلدي ومحافظتي، محافظة الغربية، وهي طبعا من ضمن المحافظات اللي هيتم الانتخابات فيها أو هتدلب أصواتها في المرحلة الثانية. أنا حابة أقول لهم أن أنتوا صوتكم بيوصل وواصل في مشاكل كتير جدا، سواء سلبية أنتوا أشرتوا إليها وانتفضتوا ضدها وفعلا اتغيرت بصوتكم، فانا وفي حاجات سلب وفي حاجات ايجابيه اشرتوا اليها برضو، وفي المسؤولين اللي وصلوا الموضوع او المشكله دي للمرحله الايجابيه كسبناهم، وهم طبعا على راسنا ودايما في خدمتنا ودايما بنكن لهم كل احترام وكل تقدير. النهارده طبعا مش عايزة اطول على حضراتكم، احنا بسرعة نستقبل ضيفنا المتخصص الدكتور محمد بخيت، الخبير الدولي، خبير القانون الدولي والمحامي بالنقض. هنطلع فاصل بسيط ونستقبل ضيفنا وضيفكم في استوديو ان شاء الله معاكم، هنعرف منهم في اطار كل شيء جديد وكل شيء في اطار القانون ندي ازاي صوتنا في اللجان الانتخابية ان شاء الله. فاصل ونرجع لكم تاني. اهلا بكم مره تانية اعزائي المشاهدين، رحبوا معايا بضيفنا الكريم اللي هو له مكانه خاصه عندي بصراحه وشخصيه محترمه جدا، الدكتور محمد بخيت، الخبير الدولي بالقانون والمحامي بالنقض. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. اهلا بالتوفيق دايما باذن الله. ان شاء الله برنامج فكرته كويسه، وان شاء الله يلاقي قبول لدى الناس، وان شاء الله تبقى شاء الله القناه بتستفيد بالبرنامج وحضرتك تستفيدي من القناه ان شاء الله بدعم حضرتك. ربنا ان شاء الله. في البداية كده يا دكتور نحب ان احنا نتكلم عن ازاي اصلا اعرف من البداية، طبعا احنا موضوعنا الانتخابات، ازاي اعرف من البداية ان انا عندي صوت انتخابي كويس، ان انا اقدر ان انا انزل ادلي بصوتي كويس، اعرف ازاي؟ طبعا احنا الانتخابات البرلمانية هي من اهم الانتخابات اللي ممكن تكون او تاني اهم انتخابات بعد انتخابات الرئاسة، لما لها طبعا من دور فعال جدا للأعضاء اللي هيبقوا في يوم من الأيام بيمثلوك وبيشرعوا القوانين من أجلك وبيسألوا الحكومة في كل ما تتخذه من إجراءات وبيرسموا الخطة العامة للدولة. فبالتالي يجب أن نختار بعناية، وإلا العواقب مش على حد غيرك أنت. يعني في بعض الانتخابات بتبقى في لجان، في نقابات، في إنما الحاجات العامة اللي بترسم الخطوط العريضة للدولة، ومنها الغرفة الأولى من شقي التشريعات في مصر، وهي الرئيسية، لأن مجلس الشيوخ طبعا بعيد كثيرا 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 عن الالتزامات والصلاحيات لأعضاء مجلس البرلمان، فلو أهمية كبرى. مش النهاردة في مجال ده كل الناس متقلبة عندها الوعي دوت بشأن طبعا، والسبب بيرجع لبرامجك وبرامج التوعية والإعلام قايم بدور كبير في الموضوع ده. فبالتالي كل الناس فاهمة يعني إيه برلمان وخطورة الاختيار، وصوتك دوت بيتحط من أجل إيه. حتى لو كان حد ما يبقاش المعيار معيار القرابة، حتى القرابة والعصبية والأفكار القديمة التي عفى عنها الزمن ديت المفروض تتغير لدى الكافة، لأن ده ليه تأثير قوي. إحنا في مرحلة القوانين كل يوم بيبقى فيه قانون جديد، كل يوم بيكون
في احتياج لتشريع آخر. أيوة. كل يوم بيحتاج توضيحات من الوزراء والشعب طبعا، والأفراد بتبقى عندها الكثير والكثير والكثير من الرغبات في الفهم لنشاط الدولة وأفكارها والخطط القادمة وتطبيقها للقانون ومدى التشريعات، وده أيوة. مفتوح دلوقتي، احنا بنبني مصر جديدة. فبالتالي يجب أن يكون المستوى الفكري للشعب على نفس المستوى بتاع الأحداث المتلاحقة. بس في ناس يا دكتور مش فاهمين الأهمية دي، هما فاهمين احنا ان بنتكلم انا بنزل مش فاهمين. عايزين نوضح للناس البسطاء اللي هما ده مش بس يا جماعة ده الصوت بتاعكم في كل حاجة في علاقتكم بالدولة. البرلمان هو الغرفة الأولى والرئيسية لكم للشعب. هو اسمه ايه؟ كان اسمه مجلس الشعب. ليه كان اسمه مجلس الشعب؟ المسميات بتتغير ولكن الصلاحيات زادت ما قلتش. خطورته في انه هو اللي بيشرع كل قانون بيتطبق عليكم. صحيح. فلازم يكون وجهة نظركم هي المعبرة، او هو اللي بيتبناها الفكر الرئيسي في التشريع. وإلا هتخرج تشريعات في بعد كبير جدا عن الشعب. فاختياركم لازم يكون بمعيار الثقافة، دي أهم حاجة، الإلمام بمشكلات الدولة الاجتماعية والأسرية والقانونية، ايه الحاجات اللي احنا محتاجينها لتشريعات، تشريعات كتيره في عندنا زخم قوانين، ولكن ممكن يكون في بعض التعديلات التي يجب ان تتم في الفتره المقبله. طبعا صوت الشعب بيوصل بشكل كبير جدا، يعني ممكن يكون الفتره اللي فاتت دي لما بيكون البعد اخطر ما يكون في الاختيارات بتاعت اعضاء مجلس الشعب. ايه لو بعد تفكير النواب ومذاهبهم وافكارهم وما يتبنونه من اشياء او نتائج معينه يجب ان يصلوا اليها من التشريعات، بيحصل هنا حاله من حالات البعد بينهم وبين المجتمع، الفصل بين الناخب او الوكيل عن الشعب والشعب. واخطر ما يكون ان يكون الوكيل بمنأى عن موكله. ده بيفكر في شيء، ده بيفكر في شيء، ده اللي بيعمل شيء من، احنا كلنا طبعا مش عايزين الازمات اللي بتحصل في الشارع والاثاره والحاجات دي. لو النواب مجلس البرلمان لو نواب البرلمان في مصر كانوا بيمثلوا الفكر، مش ما هو كله تمثيل، ولكن التمثيل الفكري والانخراط داخل المجتمع المصري، مش هنحتاج ان حد ينزل الشارع ولا حد يطالب بحاجه، لان هيبقى عنده الغرفه وعنده البوابه الصحيحه من اجل ذلك. التنفيذ ده صح. من اجل ذلك واحد بيعبر عنه من غير ما يحتاج ان هو يقول. لما بيكون في اتصال فكري والاختيار على المستوى الفكري والثقافي والاجتماعي والموضوعيه التامه في الاختيار، يعني احنا بنقول حتى القرابه عمرها ما تبقى معيار. المعيار الاهم في الاختيار هو معيار الكفاءه، معيار الوطنيه، معيار الانسان اللي هو عنده مراقبه للذات، اللي مش داخل البرلمان عشان يحقق مكاسب. صح. اللي بيدفع فلوس يا جماعة ده بيدفع فلوس ليه؟ أنا لو داخل عشان أخدم بلدي وأخدم المجتمع أدفع فلوس من أجل ذلك؟ لا. لو كان المعيار عندي إن أنا عايز أساعد بلدي بفلوس، في قنوات كتيرة جدا أدفع الفلوس دي للدولة وتقدر تتحكم فيها وتوزعها بالشكل العادل، وتقدر تقوم بيها بمشروعات بكفاءات بأشياء كثيرة. صح. الدولة محتاجة فلوس، ولكن كون إن أنا أدفع فلوس عشان خاطر ده، إذن في غرض، في مصالح. الغرض بقى بيبقى مستترا حتى نصطدم به، وده اللي بيعمل الخلاف الكبير بين ما مما بين اللي انت كنت بتتصوره وتتوقعه من النائب. ويعني مساله حتى المبالغ زهيده في انك تبيع نفسك. اللي انا عايز، انت بتبيع نفسك ازاي؟ لان الممثل ليك ده هو نفسك. طيب. نفسك ونفسك ممثل. طيب. ليك انت، فبالتالي ممثل دايرتك. المشكلات اللي بتواجهك كل يوم دي مين هيحلها لك لو ما كانش هو عنده الدقابة ده؟ فلازم ان احنا نتعلم من اخطاء السابق، والاختيار يكون بمعايير صحيحة وسليمة. هي دي المعايير الاساسية. احنا كده قلنا ايه؟ قلنا ايه اهمية البرلمان؟ اتنين، ازاي نختار؟ ممكن ننتقل بعد كده بقى للمرحلة اللي حضرتك تشوفيها. لا، ازاي نختار؟ انا عايزة بس انه ازاي، في نقطة هنا مهمة حضرتك قلتها، ان بيدفع مبالغ زهيدة علشان خاطر يحصل طبعًا على صوتي انا ويوجهني. طبعًا طبعًا. هنا اولا انا كرامتي وشخصيتي اتلغت، طبعًا ما بقيتش عارف انا بنتخب مين. طبعًا. الحاجة التانية ازاي اتصرف اتجاه الناس دي؟ يعني انا النهاردة انا رايحة انتخب، بالمعنى البسيط ان انا رايحة لجنتي علشان ادلب صوتي، فلقيت حد
بيديني مبلغ او بيقول لي خدي فلوس وعلمي على دي الرمز جريمة. فلان. طب انا النهارده اتصرف مع الشخص ده ازاي؟ دي جريمه، اللي يبلغ عنه حائط فورا. في امن موجود قدام اللجان، هم عاده بيقفوا قدام اللجان. بيبقوا ساعات بيبقوا عصبه، لا ساعات ايا كان بيبقى ايا كان، ما هو ساعات ساعات يعني مش دايما. لا خدي بالك من حاجه، دايما المجرم او صاحب الجريمه بيبقى خواف. ما أكيد. تتصوريش ان هم يقدروا أكيد. يعملوا معاكي حاجه، لان هتزيد كارثتهم كوارث. ايوه يعني هي ممكن توصل بالنائب المخالفات الدستوريه. ما هو في اشياء برضو خلي بال حضرتك، ان المترشح ده بيبقى على شفا جفره من نار. ليه؟ لا جمره من نار ليه؟ لانه هو بيكون ممكن في اي وقت معرض للشطب. ايوه تصل بيه بعض العقوبات للشطب. اللجنه العامه لو ثبت فيه مخالفات معينه، ممكن الاعاده، ممكن ابطال، ممكن في حاجات كتيره هو حاجات معرض ليها. كتير. فاللي بيقوم بالدور ده زيها زي اي جريمه اي حد بيقوم بيها، بيعمل ايه؟ دايما في الخفاء. فمش من مصلحته ابدا انه يعمل يختلق معاك مشكله ابدا. لا تتصور باي حال من الاحوال ان انت لما تحاول تبلغ عن ذلك الجريمه في حاله ارتكابها انها تتعرض لاي مشكله. مش هيحصل. توصل عقوبتها ليه؟ ما هو توصل لا شد او مش بس كده، في عقوبات بس؟ جنائيه، في عقوبات جنائيه وفي وفي وفي، بس الاساس فيها اللي الناخب بيبقى بيشغله هو ايه؟ هو السير واستكمال العمليه الانتخابيه. دي ممكن تنقى بيه خالص، يعني بتصل بيه العقوبات الى ذلك. الاهم بقى ان في اشياء ان احنا نتخلص، وعايزين نتكلم فيها النهارده زي ما حضرتك أكيد عديت الحلقه وطلبت مني، ان اللي احنا عايزين نفكر فيه الحاجات اللي ممكن تخلي الناخب ما ينزلش برغم ان هي تصورات خاطئه كلها. ازاي؟ يعني مثلا احنا لو قلنا مين اللي ليه حق، ممكن واحد يفكر ان حق الانتخاب ممكن يكون لسن ال 21 سنه. لا، انت من 18 سنه لك الحق في ادلاء بصوتك الانتخابي في مصر هنا، وفي دول بتبدا من قبل كده، ولكن احنا بنتبنى الفكر القانوني الذي يعطي الحق لمن ينتخب. طب لبدايه ال 18 من احنا لسه برضو بداية في اطار سؤالنا اللي هو اتفضل. ازاي اعرف ان انا عندي صوت انتخابي؟ ما احنا وانا ممكن اكون فاكره ان انا مش عندي، يعني انا سني 18 برافو. فانا مش عارفه ان انا عندي برافو. صوت انتخابي. احنا لسه ما زلنا في اطار السؤال. ما احنا لسه هي دي بدايه السؤال، هي دي بدايه الاجابه على السؤال. تمام. ده اللي هي تمام. ايه، انا بس بوضح للساده المشاهدين. تمام. بس تمام. ان احنا ما زلنا لسه بنقول ازاي اعرف ان انا عندي صوت انتخاب. بالزبط. انا ممكن ابقى عارفه ان انا مثلا وليكن بطاقتي منتهيه. كويس. لا مفيش مشكله، دي كلها يعني ما دي فانا افكر ان انا اقعد في كان البيت، انا اصلا بطاقتي منتهيه مش هقدر ان انا اجددها دلوقتي. بالظبط. لا ليك الحق، ليك الحق. فدي نظرا كلها امور عايزين نوضحها برضو. تمام. حضرتك خير من يوضحها. تمام. نظرا للافكار الخاطئه ونظرا لما هو استحدث في كثير من الاحيان من الالتزام بتجديد بطاقة الرقم القومي للأشخاص، ممكن بعض الأشخاص تصوروا أن يكون حائل دون إدلائهم بأصواتهم انتهاء بطاقتهم للرقم القومي. ده لا، في الانتخابات بطاقتك سارية غير سارية تقدر تدلي بصوتك. إنما نبدأها منين؟ مين الأول اللي ليه حق الإيه؟ الترشيح. يكون يصوت او يدلي بصوته. يدلي بصوته الانتخابي. كل من بلغ 18 عام، ده الاصل. تمام. في بعض الاستثناءات، احنا طبعا كل واحد عارف استثناءاته. طب ببساطه شديده ازاي انا، ما هي كده كده البدايه انا خلاص بفكر ادلي بصوتي. طيب اعرف ازاي بالمره بقى؟ ندخل السؤال ده مع اجابه سؤال اخر عشان نقطع حضرتكم وقت المشاهدين في اللي هو ايه، ازاي انا هبدا الادلاء بصوتي. تمام. ليك ثلاث قنوات تقدر تتبعهم. الاولى انك تدخل على الموقع الخاص بالهيئه الوطنيه العليا للانتخابات. تمام. وتحط رقمك القومي، هيظهر لك مكان لجنتك ورقمك الانتخابي، كل التفاصيل اللي تقدر من خلالها اعرف لجنتي الانتخابيه. كويس كده. او ان انت تقوم بالاتصال برقم تدخل ال 14 رقم القومي، الاتصال بالخط الساخن اللي هو 141. تمام. ده خط ساخن اعدته وتتبع كافه الهيئه القوميه الوطنيه للانتخابات وتبدا تتبع الخطوات، لان ده اتصال تليفوني. تمام. تتبع الخطوات التي ايه؟ تتم من خلالها المحادثه، او ان انت تبعت رساله من رقمك عادي ببساطه على رقم 51 51. وتحط الرقم القومي، رساله قصيره، تحط الرقم القومي هيتبعت لك كل بياناتك الانتخابيه. طيب. يبقى في البدايه معيار بسيط جدا، لان ممكن مين بقى اللي يبقى عارف اللي سلبت منه الحق؟ ايه اللي بيسلب الحق ده؟ ارتكاب الجنايه، مخلة بالشرف. دي كلها حاجات
بتسلب منك الحق في الإدلاء بصوتك وأشياء أخرى، ولكن النهاردة في المقام ده فبنتحدث هنا. طبعا أفراد الشرطة والقضاء وكل دول برضو استثناءات، والجيش استثناءات من الإدلاء بصوته، ولكن الفرد العادي بلغ 18 سنة يتبع إحدى الطرق الثلاث. الأولى إن هو يعمل إيه؟ إن هو يدخل على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية العليا للانتخابات، أو إن هو يرسل رسالة لرقم 51-51، أو إن هو يقوم بالاتصال ب 141 الخط الساخن ويتبع الإجراءات المتبعة. في الاثنين الأولانيين كل اللي هيعمله هيدخل الرقم القومي المكون من 14 رقم. يبقى احنا كده هنعمل ايه؟ البدايه الصبح كده نصحى او من دلوقتي نقدر ندخل على احدى هذه الوسائل، نوصل نعرف مكان انتخابنا ونعرف رقمنا ونعرف كل بياناتنا الانتخابيه اللي هنقدر من خلالها نبدا اول الخطوات اللي ايه؟ اللي هندلي بها بصوتنا لاختيار الناخب اللي هيمثلنا ويشرع لنا ويبقى هو صوتنا في اي شيء احنا معترضين عليه على تصرف من تصرفات الحكومه. فالاختيار يكون بمعايير فيها شيء كبير جدا من الموضوعيه، حتى لو اخواتنا وبناتنا واولادنا وابهاتنا وامهاتنا لازم يعول ده. تمام. ان الاختيار بيأثر بشكل كبير جدا، مفيش قدامك غير ان انت توصل صوتك غير الطريق ده، ده الاهم. فبالتالي لما تختار اختار صح، ده الاهم. بس هي حتى وان انا ما عنديش خلفيه يعني البرنامج بتاعه الانتخابي، ولكن انا بنرشح دايما وبندعم دايما الشباب، نحاول ان احنا نخليهم ايه لنا لهم جانب كبير من كراسي البرلمان. ده يعني معيار، ده انا بقول بنادي بيه بصراحه للساده المشاهدين ان هم دايما يكونوا يختاروا الشباب. الشباب دايما هيبقى يسعى اكتر واسرع وهيكون جنبنا وافيد. الناس الكبيرة على رأسنا وكل شيء، وناس لهم مكانتهم، ولكن احنا بنقول كراسي معينة تبقى للشباب. حتى وان انا نزلت الانتخابات وانا انا عارفة الدكتور محمد بخيت، وان كان مثلا بعيد انا اديله صوتي، ما اسمحش لحد ان هو يقول لي رشح الدكتور محمد طبعا. او ادي صوتك للدكتور محمد طبعا. والا انا هبقى كده بعت نفسي طبعا. انا مش عايزة ده، عايزة الناس بس تبقى لها شخصية في ان هي بتدي صوتها. عندك كل الحق. ما تبعدش. او واحنا دلوقتي وضحنا او الدكتور وضح كل الامور او البوابات اللي نقدر من خلالها نعرف احنا فين لجنتنا، نقدر نحط ندلب صوتنا فين، وازاي بقى هتيجي بعد كده في السؤال، ولكن احنا بنوضح ازاي اعرف لجنتي الانتخابية دلوقتي. فعشان بس نبعد عن سمسرة الاصوات والمال الانتخابي وبعد كده نقول احنا ما نعرفش، اصل احنا ما عرفناش نجيب نعرف لجنتنا فين. نرجع تاني يا حضرتك ونقول ما هي خطوات، نخش في خطوات الادلاء بالظبط بصوت الاصل. بالظبط كده، احنا هناخدها خطوه خطوه. اللي يشغلنا بيشغلنا هو هو ذات الشريحه في ان احنا نقدر نوصل حتى ابسط الاشخاص ازاي يدلب صوته بطريقه سلسه وبسيطه، وده اللي احنا ان شاء الله نحققه من الحلقه باذن الله. بالظبط كده ان شاء الله. انا ممكن احصرها بشكل عام او في صوره نقاط، فمتهيألي الايسر لأشخاصنا وأهالينا في بالذات إن المرحلة الثانية فيها مناطق كتيرة ودوائر كتيرة من الناس الأرياف، فبالتالي لازم نبسطها لهم كده واحد اتنين ثلاثة. طيب احنا عايزين نوصل بالحلقة دي بإن هم الناس تبقى رايحة ما تقولش لحد أنا فين لجنتي، أنا فين احنا كده عرفنا بقى أنت نازل من بيتك مش عايز ده. أنا مش عايز ده. أنت نازل من بيتك عارف أنت رايح فين بالظبط كده، كويس كده، نمرة واحد. طيب تعرف بقى إيه؟ تعرف الأول الانتخابات ديت على يومين عشان ما يبقاش في التزاحم. اتنين، تعرف بتبدا من الساعه كام وبتنتهي من الساعه كام في اليومين دول، من 9 صباحا ل 9 مساء. وقت طويل جدا على حسب ظروفك الاجتماعيه والوظيفيه تقدر تنتقل الى لجنتك الانتخابيه في الوقت اللي يناسبك، من 9 صباحا ل 9 مساء. طيب مرتدي كمامه، ده مهم جدا عشان خاطر مش هتدخل اللجنه غير وانت بترتدي كمام. طيب لازم يكون الناخب مقيد في اللجنه الانتخابيه، كانت بتيجي فترات او في انتخابات تقدر للمغتربين في مدن اخرى ان هو يدلي بصوته في اي لجنه، لا احنا هنا النهارده امام استحقاق انتخابي كل واحد بيدلي بصوته في لجنته. فانت لو في منطقه تانية يجب لو انت عندك الرغبه الشديده في الادلاء بصوتك الانتخابي تنتقل للجنتك في محافظتك اللي انت
مقيد بيها. يبقى نمرة واحد عرفنا الميعاد، نمرة اتنين معاك بطاقة الرقم القومي سواء سارية أو غير سارية للمرة التانية بنأكد عليها زي ما حضرتك سألتي، ودي كانت نقطة مهمة جدا. أو بديل ليها جواز السفر المميكن، مش جواز الورق يعني، برضو في جواز سفر مستحدث مش مع كل اللي بيحملوا جواز السفر. فالبديل لبطاقة الرقم القومي في الإدلاء بصوتك هو جواز السفر المميكن. يبقى كده احنا عرفنا الساعة اللي هنروح فيها، نازلين من البيت عارفين احنا رايحين فين، متوجهين لفين، وتم اختيارنا خلاص للمرشح اللي احنا هنديله صوتنا. نزلنا دخلنا اللجنة، بنتوجه الى المقر الانتخابي بتاعنا، بنقابل السيد رئيس اللجنة القاضي القائم بأعمال رئيس اللجنة، بنقدم له بطاقة الرقم القومي او جواز منتهية او غير او سارية او البديل ليها جواز السفر المميكن، بيتثبت من شخصيتنا بقارنها بالبطاقة بطاقة الرقم القومي، بيطلعها من الكشف، بيسلمني بطاقتين للانتخاب. احنا عندنا هنا قوائم، هي دي النقطة المهمة، عندنا هنا قوائم دون الدخول بقى للحاجات ايه هي القوائم، خلاص اللي عرف القوائم عرفها، اللي ما عرفهاش احنا هنقول له تختار ازاي، ده الاهم دلوقتي، لان احنا خلاص بقينا على مشارف الاستحقاق بالظبط. فبالتالي فنشغل بالنا اكتر بالحاجات اللي تشغل المواطن. فبالتالي هيبقى هيديني بطاقتين انتخابات، واحده خاصه بايه بالفردي واخرى خاصه بالقوائم وبوقع قرين اسمي في الكشوف الانتخابيه، تمام، ويوقع السيد القاضي بان هو تثبت من ذلك بجانب توقيعي في الكشوف الانتخابيه. لان توقيعك او اي علامه على احدى البطاقتين يؤدي الى كارثه ابطال صوتك، ودي هننتقل ليها بعد كده. ايوه ان شاء الله. ولكن احنا خلينا دلوقتي في ايه؟ في المرحله الاولى، وهي ان انت خلاص قدمت بطاقتك. طيب في نقطه تانية، انت دلوقتي قدمت بطاقتك وخدت البطاقتين، بتتوجه الى الجانب المخصص للإدلاء بصوتك، وهو جانب مستتر. أي إشارة ممكن يدخلها عشان وقت البرنامج، الحاجات اللي ممكن تبطل مدام بدأناها ودي هتبقى أحسن. تمام تمام. أي إشارة أو أي رمز أو أي رمز تقوم بيه أو أي حاجة تؤثر على سرية التصويت تؤدي إلى إبطال صوتك. إبطال الصوت. تعرض صوتك للإبطال. طيب. استعمال قلم رصاص يؤدي الى ابطال صوت. احنا ده كله في مرحله ان انا خدت البطاقتين وبختار، ودمجنا. انا خدت بطاقتين مش هحطهم في صندوق واحد، صح، والا كانوا عملوها لي بطاقه واحده، صح، اختار فيها القائمه والفرد. هم عملوهم ليه بطاقتين؟ عشان لكل بطاقه صندوق بضع فيه، صندوق مخصص تحط فيه. بقوم بالاختيار بوضع علامه قرين الاسم على حسب العدد الموجود للدايره، لكل دايره عدد من المرشحين، مهما كانت الاعداد، اعداد المترشحين. ايوه اعداد المترشحين ان شاء الله يكونوا مليون، مش بكترهم ولا بقول لهم لا، ولا بقلتهم، ولكن المعيار في عدد اللي انا بختاره هو ذات المعيار اللي وضع عليه عدد ايه الاصوات الممثله للدايره دي. تمام. يعني مثلا الدايره ديت انا بختار منها اثنين، انا مقيد بالاثنين دول، ما احطش ثلاثه واقول لهم يختاروا منهم، لا. والقائمه ما بيتمش الاختيار فيها باسماء معينه واختار من قائمه اخرى اسماء معينه، القائمه ليه اتعملت قائمه؟ أيوة. عشان حضرتك بتختارها كما هي بكافه اسمائها واعضائها، تمام، حتى لو مش راضي على احدهم وراضي على الاخر، انت تقييمك هنا للايه؟ للاشمل، تقييم شمولي وليس تقييم فردي زي الفرد، ده اسمه فردي وده اسمه قائمه، تمام. تختار قائمه بعينها من ضمن القوائم. طب وكده تبقى القائمه كلها تنجح يا دكتور؟ ما على حسب بقى، في الاخر بيبدا يجيب بقى بيفرز اصوات، دي لها طريقه فرز ودي لها طريقه فرز. خلينا نشوف الاول المراحل دي، يعني بيوصل لايه في الاخر بقى، عمليه حسابيه بين الفرز ده ممكن يكون بس ده. بس في ناس بتجهل المساله دي، يعني في ناس بتجهل انه القائمه انا ممكن لما لو علمت على اسماء دون الاخرى تبطل صوت، تمام، تعرض صوت البطاقه دي للابطال، ما ده اللي احنا بنقول اهو ليه. ايوه عشان اهم حاجه ما يجيش شخص ممكن يكون مسن، ممكن يكون مريض، وعنده ده اللي انا عايز وعنده الدقابه انه ينزل ويدلي بصوت، وذوي الهمم. فاحنا ذوي الهمم نذكر ذوي الهمم دي مرحله ثانيه هناخدها، لان دي هتبقى هنا هنقول الاول الطبيعي، تمام، المساله الطبيعيه، تمام، ثم ننتقل الى ذلك. اصحاب الهمم منهم الكثر اللي يقدروا يعملوا بالعمليه دي، تمام. طب اللي الاعاقه او السبب اللي خلته من اصحاب الهمم جعلته لا يستطيع
القيام بالاجراءات اللي احنا قلناها دي. طيب. من ان هو يعلم او يضع كل ده، ده مش بيقوم بيه، ممكن بيعمل ايه بقى؟ على انفراد بيدلي برايه في الانتخابات لرئيس اللجنه. ايوه طيب. ويقوم بذلك رئيس اللجنه. تمام طيب. ويقوم بذلك رئيس اللجنه. والمساله وبتستكمل اجراءات عادي جدا. طيب في حاجه نقطه بسيطه، اتفضلي. قبل وصولهم للجنه، تمام، وصلهم لك، هل الدوله بتوفر لهم اصلا الحاجات دي؟ احنا بنشوفها كل مره وبتبقى فيها لغط كثير، منها اللي بيفترض، احنا عايزين نطمن، اللي بيفترض، لا طبعا موجوده بدليل ان احنا بنشوفها يعني. ايوه طيب. احنا بنشوف ده يعني، احنا بنشوف دوت في التلفزيون على الهواء قدامنا، تمام، في كثير بيشكك في وجوده، وفي كثير، انما هو قائم وموجود وجرب يعني. لما ما يبقاش موجود اتصل بمنبر اعلامي زي منبرك، انا عارف انه أيوة. متصل على اتصال وثيق بالناس، وبتوصلي كل المخالفات ومعظم أيوة. الحاجات، وانت مهتمه بده كويس جدا أيوة. ومن يعني من فترات طويله احنا أيوة. يعني نعرف تاريخك يعني. ايوه ايوه، فبالتالي بس هو انا بس عايزين نوضح ده، وطبعا الدوله بس يعني الدوله بتكفل ده طبعا أيوة. اللي هو عايز ينتقل او أيوة. بتوفر سبل الانتخاب للزوار هنا عن طريق الشرطه وعن طريق أيوة. يعني ده موجود وشفناه أيوة. واعلنت كتير. عنها ما دام اعلنت عنها احنا يعني مش أيوة. فبالتالي ولكن اللي يهمنا داخل اللجنه احنا أيوة. بنتكلم على الشكل القانوني. في نماذج مشرفه بصراحه بتقوم باعمال بطوليه في المرحله الانتخابيه بصراحه، هم النماذج اصحاب الهمم، هو النماذج اللي فعلا بتضرب لنا الامثال دائما في كل ما هو جميل يعني. اصحاب الهمم فعلا في مصر يعتبروا من ارقى ال 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 عايزين، مش عايزين نقول هي مش شريحه، هي شريحه منخرطه في المجتمع، ولكن بيثبتوا لنا ان فعلا الاعاقه مش اعاقه. ايوه فعلا، بالعكس ده هم بيبقوا اكثر بكثير في 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 في, في بيضربوا لنا امثال كثيره ايوه باحسن الاشياء، سواء رياضيا، سواء نجاحهم في وظائفهم، سواء في بصراحه في كل حاجه يعني. احنا مش مجال النهارده ان احنا نقيمهم، لان هم مقيمين نفسهم. أيوة. والدوله برضو إن احنا في الفترات الاخيره ده برضو حاجه لازم نقولها، من الحاجات اللي الدوله فعلا بتقوم بدور فعال فيها هي التعامل مع اصحاب الهمم. أيوة. واظهار الصوره الصحيحه ليهم، وليست المترسخه في اذهان في الاذهان المتحجره زي أيوة. ما احنا بنقول، الذي ينظر الى صاحب الهمه بانه معاق هو المعاق. هو المعاق فعلا، لان اثبت لنا فعلا ان هو المعاق يعني. اثبتوا لنا ان في كثير من الاصحاء وكامل الصحه ما هم الا مجموعه من المعاقين فكريا ووظيفيا ومهنيا وغير مؤهلين لاي شيء من الاشياء دي، ولكن الناس دي ضربت لنا المثل. عشان كده طبعا احنا بنخاطبهم النهارده بنقول لهم كل السبل بتبقى، هم عارفين ده يعني. هم بالعكس، هقول لك على حاجه بقى غريبه، اللي محتاج يفهم اكتر مش اصحاب الهم، اصحاب الهم بيبقوا مهتمين بالبحث، ما بيستنوش ان حد يفهمهم، هم بيجروا وبيفهموا بيبقوا اكتر حرصا من الاخرين على ان هم يعرفوا حقوقهم الدستوريه والقانونيه. انا شفت ده كتير طبعا، هم مواطنين لهم كل الحقوق طبعاً. كل الحقوق عليهم طبعا. ومن هنا قبل ما تبدا حضرتك، نحب نوجه الشكر طبعا لوزاره الداخليه وكل افراد اللي بتشملهم وزاره الداخليه وجميع المسؤولين، لان هم طبعا بيقوموا بمجهود جبار، زائد برضو وزاره العدل وكل ما تحتويه من افراد ومسؤولين بصراحه، وزاره التضامن الاجتماعي اللي دايما بتوفر لذوي الهمم اخواتنا ويعني بنوفر لهم، بنوجه لهم كل التحيه وكل الشكر طبعا. بصراحه يعني. طبعا احنا نرفع لهم القبعه دائما طبعا. وانا من الناس اللي فعلا يعني بامانه ما بشوفهمش غير ان هم ليهم ربنا خلقهم بهمة اكتر، لهم الافضليه يعني في اشياء امور كتير جدا منهم طبعا هم يعني طبعا يعني ده. انا مش شايف أيوه. ان اصحاب الهم أيوه. لا يمكن باي حال من الاحوال، يعني اشكر بشكل كبير جدا من اطلق واغير وقام بتغيير ذلك اللفظ أيوه يعني. هم فعلا اصحاب همم، لان هي فعلا هي دي السمه والصفه الغالبه دائما على شخصيات. ما تلاقيش حد فيهم مش صاحب همه، أيوة ما تلاقيش حد فيهم ما عندهوش الشجاعه والاخدام والامل، وكلهم يعني ما تلاقيش حد فيهم مش رياضي، ما تلاقيش حد فيهم ما عندهوش موهبه وبيحققوا على مستوى العالم، وبيقوم ببطولات وبيحققوا بطولات ما بيحققهاش ده اللي انا اقصده في حقيقة. فبالتالي احنا مش في مجال تقييم ليهم، هم مقيمين نفسهم صح. وانا واثق من ده، وانا من الناس اللي دايما بقف بجوارهم يعني في ظهرهم أيوة في اي حاجه طبعاً. عشان خاطر هم يستحقون ذلك، مش من اجل المساعده، ده احنا اللي محتاجين مساعدتهم صحيح. في كثير من الاحيان احنا اللي بنحتاج مساعدتهم، لان هم بمجرد حتى جلوسك مع احدهم لفتره حتى لو قصيره بيسيب فيك اثر
كويس يعني اثر لفتره طويله ايجابي جدا لفتره. من النشاط صحيح والفكر، ويسيب فيك اثر صحيح كبير، فاحنا اللي صحيح بنحتاج لهم دايما صحيح. مش هم اللي بيحتاجوا. تمام اتفضل طيب حضرتك احنا ان بقى شاء الله. ننتقل لعدد المرشحين، عشان احنا كناها في عجاله عشان خاطر نبدا نفكر الناس ايوه بيها. يا جماعه عدد المرشحين اقل او اكثر من المرشحين المطلوبين او المحددين في كل دايره يعرض صوتك للابطال. اختيارك لبعض دون الاخر في قائمه وبعض دون الاخر في قائمه اخرى برضه بيؤثر على صوتك ويعرضه للابطال. صح. يبقى احنا هنا لازم نفهم ان عدد المرشحين لا يجوز ان يكون دون العدد المنصوص عليه او اكثر. يعني ما تجيش تقول ايه انا ما اخترتش ثلاثه، هو المفروض اثنين، انا اخترت واحد مش عايز غير واحد، لا لازم تختار اثنين. كده كده صوته بقى من يعرض للابطال طبعا. طبعا القائمه في معيارين، قائمه واحده وايه تاني؟ و وما تختارش عدد دون الاخر، القايمه باكج على بعض ايوه مجموعه كده، هي اسمها قايمه ليه؟ ما دخلوش عشان تاخد للفردي، عشان هي القايمه دي، القايمه دي هي اللي بتؤثر، هي شايفين ان فيها عناصر معينه نقدر ان احنا محتاجينها بشكل كبير فين؟ في ال في ال بس. تمام؟ طبعا احنا خدنا احنا طبعا اتكلمنا في الحاجات اللي احنا اللي هددت الابطال، ولو تحب ان احنا نقولها له واحد اتنين تلاته برضه مفيش مشكله يا خالص. ريت والله طب نوضحها كويس للساده المشاهدين اكتر، كويس. طيب يعني علشان خاطر تبقى واضحه اكتر، لان دي تهمنا، دي تهمنا قبل اللي جاي. استعمال القلم الرصاص ده يبطل صوتك. ايوه ده رقم واحد. اتنين، اعطاء سوء الانتباه، انا بقول الحاجات اللي احنا قلناها في الاول في عشان الاول بس في صوره عناصر كويس جدا. بحيث ان الكل يبقى متذكر. طيب اعطاء الصوت الانتخابي لاكثر من العدد المطلوب، او ايوه حذف ايوه او تعديل او شطب، او شاد ايوه كل ده يعرض صوتك للانتخاب الايه؟ للانتخاب طيب للابطال. تصويت الناخب في بطاقه غير التي سلمها اليه رئيس اللجنه الفرعيه. يعني ايه؟ فاكره لما كانوا بيقولوا الورقه الدواره؟ تمام. هنا في معيار لازم تتأكد منه، ممكن يكون فاتنا في الأول، ايوه الاعتراف ايوه بالحق فضيلة دائما. فعلا صح إيه هو؟ فعلا. تتأكد عند استلامك للبطاقتين الفردي والقائمة والقائمة أنه موجود عليهم إيه؟ ختم اللجنة أو توقيع رئيس اللجنة. رئيس اللجنة ما واحد يقول لي طب هو هيعرف منين إن دي البطاقة اللي جات لي ولا لأ؟ ما هو إحنا بنقول لك أهو دلوقتي افتكرناها لما جت دي، ايوه اللي صح هي إيه؟ صح توقيع رئيس اللجنة الأصل، مش التوقيع الأصل، ختم اللجنة ايوه أو توقيع توقيع رئيس رئيس اللجنة على اللجنة. البطاقتين. تمام غيرتها إيه اللي يحصل؟ الصوت كده بقى طيب لاح. جيت أنت عايز توضح، حاطط في دماغك إن أنا اديت لقريبي، اديت للراجل اللي في بيني وبينه مصلحة، فرحت كاتب اسمي، صوتك باطل. عملت إشارة أو علامة أو أي شيء آخر يدل على شخصي، تمام يبطل صوتي في الانتخاب. انتهكت عناصر السرية في التصويت، ان انا بدأت اقول ايه فلان مش عارف ايه وانا اديت فلان، دي كلها تؤدي بصوتك الى الابطال. يبقى احنا كده قلنا عناصر عدة، لو في حاجة فيهم مش واضحة ممكن نتكلم احنا فيها. بقى في وقتنا دقيقة بس، فعايزين في دقيقة الوقت نحاول. الوقت بصراحة سرقنا. هو طيب يبقى هنتكلم في حاجة مهمة جدا بقى، اخر حاجة ممكن تخوف الناس انها تنزل، ايه هي؟ هل ايه الدولة خدت تدابير خلاص. صحية ايوه لحمايتك من بالظبط كورونا اللي هي شغلانة؟ ايوه هي ده المهم، اه ان طبعا. دي لا اكتر عامل ممكن يخوف الناس ان هي فعلا تنزل. اولا ايوه التوزيع روعي فيه عدم الكثافة بشكل كبير، اللي هو التباعد الاجتماعي اللي احنا اتكلمنا فيه. تعليمات اللجنة العليا للانتخابات الوطنية للانتخابات في ايه؟ في ان هم النظام في اللجان يبقى فيه تباعد اجتماعي. الشرط محدش هيخش من غير كمامة، ما صحيح الكمامة بتفقد التعرض للفيروس بشكل كبير جدا. صح. استعمال ومد اللجان والمتعاملين بالقفازات والكمامات والكحول ده هيكون متوفر للأقلام في اللجان كلها، ده بيعملوها هيكون متوفر، وبيعقموا بس انا ما الأقلام. استناش ان حد لا انت هتروح بالكم، هيبقى يوجهني. متوفر ده على اي فكرة من ضمن الحاجات هيكون اللي اهتمت بيها اللجنة، ان هم وفروا ده امام اللجان، يعني من الحاجات اللي هم اوصوا بيها بتوفير الكمامة. الكمامات، انما جوه كمان للمشرفين على العمليه الانتخابيه مدوهم بكحولات وادوات التطهير والتعقيم في نهاية وذلك. حلقتنا نتمنى ان يكون لدينا برلمان
قوي، برلمان يعبر بشكل كبير، وده الاهم على وده بايديكم انتوا بصوتنا يعني، بصوت الناس وبتوعيتهم. وطبعا في نهايه حلقتنا بشكر حضرتك جدا، شكرا جزيلا لك. القضايا الهامه في المجتمع في وقتها الطبيعي يعني. متشكره، ميرسي جدا لحضرتك. وطبعا انا متشكره جدا قد ايه، متشكره على تلبيه دعوتي النهارده للحضور، وشرفتنا ونورتنا النهارده في الاستوديو. وبشكر الساده المشاهدين، ونرجو ان نكون قد افدناكم ولو بجزء بسيط جدا، وحاولنا ان احنا نوجه او نقول معلومات بسيطه تفيدكم في انه ازاي تعرف لجنتك، وازاي طبعا احنا مش هنكرر ونكرر ونكرر ونقول صوتك امانه، صوتك امانه ما تفرطش فيه، ما تدهوش لمن لا يستحق. انت الباب مقفول، باب البرلمان مقفول، حضرتك بتفتحه لكل من يستحق، رجاء ما تفتحوش لحد ما يستحقش الكرسي ده. فمن فضلكم يعني التزموا بالتعليمات، والتزموا حافظوا على صوتكم. وفي النهايه بشكر حضراتكم، وان شاء الله تستنونا على خير، ونشوفكم على خير الاسبوع الجاي ان شاء الله في نفس الميعاد، ودمتم في رعايه الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.